بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قيادة لواء الأمويين كنا ولا زلنا نعمل على أرض حلب الشهباء، ونحن الآن في ساحة السبع بحرات نعلن سيطرتنا الكاملة على ساحة السبع بحرات وعلى هذه الشوارع جميعها، ولله الحمد امتداد كبير جدا في قطاع باب الحديد وفي قطاع سبع بحرات، وتم السيطرة عليه سيطرة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. حلب باب الحديد 14 2012.